تخيل يا صاحبي ان في شخص بيشوف كل تحركاتك على التليفون بتاعك لحظة بلحظة، واي شات انت بتفتحه واي صور بتبعتها بيشوفها لحظة بلحظة. كالعادة يا شباب اهلا بيكم في فيديو جديد، انا عطية سيد ودي قناة دروس اندرويد. فيديو النهاردة هنتكلم على ازاي تحمي نفسك من اختراق الواتساب، وازاي تعرف لو التليفون بتاعك مراقب، وازاي تلغي المراقبة ديت في الواتساب بالتحديد، وازاي تأمن التليفون بتاعك وتعرف لو التليفون بتاعك مخترق ولا لا. ده اللي هتعرفه معايا في فيديو النهارده. تابع معايا الفيديو لحد النهايه، متنساش طبعا تدعمنا بلايك وكوبايه القهوه بتاعتك، ويلا بينا نبتدي الشرح. اول حاجه عاوزك تعملها تبدا تدخل على تطبيق الواتساب، وبعد كده تبدا تدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق، وبعد كده كلمه الاجهزه المرتبطه. هنا لو لقيت عندك اي جهاز ابدا فورا دوس على الجهاز، وبعد كده تسجيل الخروج. ايه ميزة الاجهزة المرتبطة؟ وهو ان الشخص بيقدر يعمل سكان لكيو ار كود، الكيو ار كود ده عن طريق ميزة واتساب ويب يقدر يفتح الواتساب بتاعك ويتابعه لحظة بلحظة. يعني لو هو عمل سكان بس ثانية واحدة للكيو ار كود كده، خلاص الواتساب بتاعك كله لحظة بلحظة، وكل الرسائل اللي هتيجي عليه جديدة برضو هتبقى موجودة عنده. فممكن اي شخص يستغل الميزة ديت ويبدأ من خلالها يراقب الواتساب بتاعك. وبما اننا اتكلمنا على الاجهزة المرتبطة، فانا كمان عاوزك تفعل حاجة مهمة جدا. هنبدأ ندوس على الثلاث نقط، وبعد كده الاعدادات، بعد كده هنبدأ ندوس على الحساب، بعد كده هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها التحقق بخطوتين، هنبدأ ندوس عليها وهنبدأ نفعلها. زي ما انتم شايفين انا مفعل الميزة دي لان هي ميزة مهمة جدا. هنبدأ ندوس على ايقاف، وبعد كده ايقاف، بعد كده نبدأ ندوس على تشغيل. بيطلب منك ست ارقام تبدا تدخلهم، ولازم تبقى فاكر الست ارقام دول. هنبدا ندخل الست ارقام، بعد كده هنبدا ندوس على حفظ، بعد كده هيطلب منك ان انت تضيف بريد الكتروني عشان لو انت نسيت كلمه السر او الرقم التعريفي الشخصي. هنبدا ندوس على اضافه بريد الكتروني، بعد كده هنبدا ندوس على التالي، بعد كده هيبعت لي كود على البريد بتاعي يتاكد ان البريد ده بريد صحيح. بعد طبعا ما تبدا تدخل على البريد وتجيب الرمز هتبدا تدوس على تحقق، بعد كده اكتمل التحقق وتم التحقق. ايه الفايدة بقى لما احنا نفعل ميزة التحقق بخطوتين؟ لما احنا نفعل ميزة التحقق بخطوتين، كل مرة هنبدأ نسجل فيها دخول على تطبيق الواتساب هيطلب مننا الرمز ده، حتى لو في شخص خد رقم التليفون بتاعنا وجي يسجل دخول على تطبيق الواتساب ويكتب الرقم وبعد كده يكتب رمز التحقق، فلازم يدخل الباسورد اللي انت حطيته اللي هو التحقق بخطوتين، لازم يدخل الرمز ده. زي بالظبط فكرة الفيسبوك، لما انت بتيجي تفعل التحقق بخطوتين كل مرة بتبدأ تسجل دخول على تطبيق الفيسبوك بيبعت لك رسالة على التليفون بتاعك، بتبدأ تدخل الرسالة ديت، بعد كده يبدأ يفتح لك تطبيق الفيسبوك او حسابك على الفيسبوك. فالميزة دي لازم تكون مفعلة على كل حساباتك. تاني حاجة عاوز اكلمك فيها، وهو اوعى تدخل على اي رابط غير موثوق منه، لان انت ممكن تدخل على رابط يدمر لك حياتك حرفيا، لان انت هتبدا تحمل برنامج، البرنامج ده بيتحمل تلقائي اول ما تبدا تدوس على الرابط، كليكه واحده بس يبدا يحمل لك برنامج على التليفون بتاعك، والبرنامج ده بعد ما ينزل بيختفي تماما، والبرنامج ده لما بيختفي بيبدا ياخد كل البيانات اللي موجوده عندك، بالاضافه ان هو يقدر من خلال البرنامج ده يراقبك كليه. طبعا في كمان اكتر من طريقه، ولكن الطريقه دي مشهوره جدا، وهو انك تدوس على اللينك بس، وفي برضه ملفات ممكن تتبعت وهكذا. فانت لازم اي حاجة هتحملها تكون واثق ان هي من مكان موثوق منه. ثالث حاجة صديقي حابب اكلمك عنها، وهو انك لازم تفحص التليفون بتاعك وكل التطبيقات اللي موجودة على التليفون بتاعك. عشان كده جبت لك برنامج النهاردة، البرنامج ده هسيب لك الرابط بتاعه موجود في الوصف. هنبدأ ندخل على البرنامج، بعد كده البرنامج هيبدأ يفتح بالواجهة دي، هنصبر على البرنامج عما يحمل، بعد كده نبدأ ندوس على جيب، وبعد كده نبدأ نديله الصلاحيات، بعد كده نبدأ نرجع خطوة لورا، بعد كده البرنامج هيفتح بالشكل ده، هنبدأ ننزل لتحت وندوس على ران فول سكان، بعد كده هنبدا نصبر لحد ما البرنامج ما يبدا يخلص. طبعا هو بيعمل دلوقتي سكان لكل التطبيقات اللي موجوده عندي، هيبدا يطلع لي التطبيقات اللي مشكوك في امرها، هيبدا يطلعها لي دلوقتي وهنبدا نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين برنامج كده خلص، خلص حوالي 70,000 ملف عمل لهم سكان، وطبعا وجد ثلاث ملفات او تطبيق وملفين دول مش موثوق منهم. زي ما انتم شايفين التطبيق ده مش موثوق منه، تطبيق الواتساب الذهبي. فكالعادة طبعا هنبدأ نمسح التطبيقات دي، هتلاقي عندك كلمة ريموف، بعد كده تبدأ تدوس على اوكي. زي ما انتم شايفين ده تطبيق الواتساب الذهبي مش موثوق منه، يقول لي طبعا الاحتفاظ بالحجم لو انت طبعا هتنزل البرنامج تاني. انا هبدأ ادوس على موافق. زي ما انتم شايفين كده البرنامج اتمسح، كده خلاص البرنامج اتمسح زي ما انتم شايفين،
وخلاص نبدأ نرجع خطوة تاني. زي ما انتم ما شايفين الاسكان خد مدة حوالي 25 دقيقة، طبعا انت هتسيبه لحد الاخر. عمل اسكان ل 489 تطبيق بالاضافة ل 70,000 فايل او اكتر من 70,000 فايل، وكان موجود حاجات غير موثوق منها اللي احنا مسحناها دلوقتي. فكده خلاص البرنامج خلص عملية الاسكان وطلع لنا التطبيقات اللي مش موثوق منها ومسحناها. بعد كده عاوزك بقى تدوس على الثلاث شرط اللي موجودين فوق، بعد كده تبدا تدوس على يور ابس. هنا هتلاقي كل البرامج اللي انت سطبتها، ولكن احنا عاوزين حاجه مهمه جدا. هتبدا تدوس هنا، هتلاقي هنا كل التطبيقات اللي انت بدات تستخدمها او التطبيقات اللي بتشتغل لوحدها. فانت هنا تبدا تدوس على انيبل وهتبدا تفعل البرنامج كده. بعد كده نرجع خطوه لورا، هنا هيبدا بقى يجيب لي عمليه استخدام التطبيقات. فهنا بقى هتلاقي كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها، كل حاجة انت استخدمتها لحظة بلحظة. دي كده كل التطبيقات اللي انت استخدمتها. فلو في اي تطبيق شغال في الخلفية وانت مش شايفه هتلاقيه موجود هنا. لو انت بقى عاوز تراقب ابنك مراقبة ابوية، فانا هسيب لك اكتر من حلقة موجودين في الوصف، تقدر تروح تشوف الحلقات دي بحيث ان انت تقدر تراقب ابنك كمراقبة ابوية وتقدر تتابع كل تحركات ابنك. كده كنت حلقتنا النهاردة، دمتم في امان الله.